السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 25/3/2021. خليكم معانا، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. خليكم معانا. استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس مستوياتها أمس، وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي إن سعر جرام الذهب العيار 21 سجل اليوم 765 جنيه هو نفس مستوى أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيه، كما بلغ سعر جرام الـ 24 874 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب نحو 6120. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.